هي مبادرة طبيبك في دارك. حنا أربعة ديال يعني البروفيل ميديكال، كاين عند ثلاثة ديال الطبيبات وكاينة معنا اون فارماسيان. يعني الفكرة جات أنا ديجا شحال هذا، يعني بنت الشعب، يعني كنقوم بحملات طبية، كنقوم يعني بأعمال تطوعية كبيرة، وكما قلنا في هذا الظل الحجر الصحي وحالة الطوارئ، يعني حاولنا نفكروا شي حاجة اللي غادي نفيدوا بها المجتمع. سي فغي حنا كنمشيو للسبيطار حنا خدامين، يعني كتمشي مع الصباح كتخدم وعندنا أوقات فراغ. دوك أوقات فراغ قلنا كيفاش غنقربوا المواطنين من جهة، ومن جهة أخرى هاد المواطنين اللي كيجيو، كاينين الناس اللي كيجيو عندهم غير أسئلة، عندهم استفسارات، باغين غير يسولوا كيفاش هاد الناس ما يخرجوش ما يكسروش داك الحجر الصحي، فقط باش أنه يجي للسبيطار يعرض راسو للخطر ويعرض الطبيب للخطر باش يجي يسول على سؤال ولا جوج. هادي من جهة. كما قلت لك هادي فكرة فكرنا فيها كمجموعة أربعة ديال الطبيبات، قلنا شنو غنديروا ما شنو غنديروا. كما قلت لك في ظل حكومة الشباب الموازية حيت كنتميو ليها، فقررنا بأننا نخرجوا بهذه المبادرة اللي الحمد لله تلقات واحد إحسان كبير، وحنا سعداء جدا بهذا الشيء اللي وصلنا ليه. مبادرة طبيبك في دارك، هما طبيبات أربعة ديال الطبيبات اختصاصيات، قمنا بوضع أرقام هاتفية راه الإشارة، وقمنا بوضع يعني مواعيد ولا تواقيت لتلقي الاتصالات واستفسارات، وكان يعني الناس كيسولوا من أنحاء المغرب. يعني الحمد لله تم البث ديال هذه الأرقام على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لا في الراديو، في التلفزة، فيسبوك، في القنوات، يعني الحمد لله كان أكسل جميع المدن في المغرب وجميع المواطنين، لأنه كيتصلوا بنا مواطنين من جميع أنحاء المملكة، جميع المدن بدون استثناء. دونك كما قلت لك كنتلقاو اتصالات من عند الناس عندهم استفسارات، عندهم اسئله، باغين استشاره من عند طبيب. كاين حالات مستعجله، كاين حالات يعني عاديه، يعني تلقينا بزاف ديال الاتصالات كما قلت لك. ومؤخرا كما قلت لك كنا درنا مواقيد ولا مواعيد للاتصال، ما بقاتش ديك المواعيد، الناس يعني الحمد لله كيعيطوا بالليل بالنهار، يعني لا سيمين كامله يعني، والحمد لله حنا يعني يعني خدينا هذه المبادره بواحد القلب، يعني بواحد سعه ديال القلب تقول ماشي مشكل. الناس في الحجر الصحي عندهم أسئلة، عندهم بزاف ديال التساؤلات، والحمد لله راكم عارفين الشعب المغربي يعني متعطش للمعرفة، ويعني وكما قلت لك هذا الكورونا فيروس مستجد، واحد الحاجة اللي جديدة علينا، وهذا الشيء اللي كنعيشوه كاملين جديد علينا. يعني كاين بزاف ديال كاين الخوف، كاين اللي باغي يجي استشارة يعني نفسانية، باغي السيد غير باش يطمئن شنو واقع في البلاد. كما قلت لك كاين سيد مريض عنده باغي استفسار، كاين اللي عيط للطبيب ديالو وما لقاه ما خدامش. يعني كما قلت لك الحمد لله لقات استحسان، لقات واحد الحاجة زوينين اللي احنا سعداء صراحة بهذا الشيء اللي وصلنا ليه، والحمد لله كنتمنى ونكملوا في هذا الطريق إن شاء الله، وخيفوت الحجر الصحي إن شاء الله.